وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والله طلا ريب فيهم على نجوب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.